ودايما يوم 21 من كل شهر هو اسعد يوم لاي يوتيوبر، ولان فيه بيحصل استلام ارباحك. يعني انت بتيجي في يوم 21 من كل شهر بتبدأ تحصل على ارباحك من ادسنس. النهاردة هنعرفك ازاي تستلم ارباحك بالفعل من ادسنس عن طريق ويسترن يونيون. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف أحمد ودي قناتكم، قناة تتعلم دوت نت. كنا بدأنا دورة الربح من اليوتيوب من البداية، وإزاي ننشئ قناة وإزاي نرفع فيديو عليها وإزاي نزود عدد المشاهدات وكمان إزاي نشترك في أدسنس، لحد ما جينا لآخر خطوة وهي استلام الأرباح من أدسنس. النهاردة أنا هعرفك كل اللي بيحصل وانت بتستلم أرباحك، سواء كان من بنك أو من وكيل ويسترن يونيون خارج أي بنك، تمام؟ بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشجعنا وتعمل لايك لايك لايك، وطبعا الاشتراك في القناة أهم حاجة، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل درس أو كل فيديو بيتم رفعه على القناة. يلا نشوف بسرعة إزاي تستلم أرباحك بالفعل من ويسترن يونيون. بالتأكيد قبل ما نشوف ازاي نستلم ارباحنا، لازم يكون وصلتك رسالة من ادسنس بتنص كالتالي. بيقولك لقد ارسلنا دفعة من ارباح في 21 اكتوبر او 21 ديسمبر وتاريخ السنة. هو هنا بيقولك خلاص انت قد تخطيت الحد الادنى لاستلام ارباحك وهي $100، فتقدر تستلمها من اي وكيل ويسترن يونيون، تمام كده؟ بعد كده بتدخل على جوجل ادسنس، تمام، حسابك في ادسنس، وتدخل على حاجة اسمها الدفعات. بتلاقي حاجة ايقونة تحت اسمها هنا عرض المعاملات. لو ضغطت على عرض المعاملات هيجيب لك كل المعاملات اللي حصلت خلال الشهور اللي فاتت على القناة بتاعتك او الدفعات اللي وصلتك، تمام؟ هنا زي ما انت شايف في يوم 21 اكتوبر هنا وصلني الدفع التلقائي والحالة تم دفعها. كده انا بتأكد بوجود الرسالة ديت، انا بتأكد كده ان في دفعة او حوالة من ادسنس جات لي على اسمي واقدر استلمها. علشان اجيب تفاصيل الحوالة ديت والبيانات اللي انا لازم احصل عليها علشان اروح اقدر اصرف الحوالة ديت من اي بنك او من اي وكيل ويسترن يونيون، لازم اضغط هنا على الايقونة الموجودة اللي هي الحالة تم دفعها، فاضغط عليها. زي ما انت شايف هنا بيفتح لك ايصال الدفع. ايصال الدفع ده اهم حاجة عندنا في استلام ارباحك، لان فيها حاجة اسمها رقم MTCN او رقم الحوالة بتاعتك او الحوالة اللي انت المفروض تستلمها. ما ينفعش ابدا تستلم حوالة بدون ما تكون عارف البيانات اللي موجودة في ايصال الدفع ده، تمام كده؟ المهم انت بتاخد سكرين شوت للصفحة ديت او مثلا تطبعها وتروح على البنك او وكيل ويسترن يونيون علشان تسجل البيانات اللي هنعرفها بالتفصيل علشان تقدر تستلم ارباحك او الحوالة بتاعتك من ادسنس. طيب في سؤال بديهي كده هيجي في دماغ اي مبتدئ في الربح من الانترنت او الربح من اليوتيوب والاول مرة بيستلم ارباحه من ويسترن يونيون، هيسألني يقول لي انا اعرف فين ويسترن يونيون او اي مكان او موجود في اي بنك او الكلام ده. هقول لك طريقة بسيطة، ممكن تدخل على جوجل وتكتب مثلا ويسترن يونيون في المنصورة، ويسترن يونيون في القاهرة، ويسترن يونيون في دمياط، ايا كان المكان اللي انت عايش فيه، تمام؟ فبتلاقي هنا النتائج البحث بتظهر لك، بيقول لك هنا ويسترن يونيون مكان ايه موجود فيه، المكان الفلاني مثلا جنب اولاد رجب هنا، وهنا تاريخ او رقم التليفون الخاص بويسترن يونيون. تقدر تاخد رقم ده وتتصل على الوكيل الخاص بويسترن يونيون وتسالهم على مواعيد العمل. وطبعا ممكن يكون موجود فرع ويسترن يونيون داخل بنك او وكيل ويسترن يونيون داخل بنك، وبيبقى اشهر البنوك اللي بتحتوي على ويسترن يونيون وهي بنك اسكندريه وبنك العربي الافريقي، واشهرهم طبعا البنك العربي الافريقي، تمام كده؟ المهم بعد كده انت بتروح بقى على البنك او الوكيل الخاص بويسترن يونيون عشان تبدا تسحب ارباح. في الاول كده حابب اعرفك ان انا جربت المكانين، جربت وكيل ويسترن يونيون خارجي في مكان لوحده، وجربت وكيل ويسترن يونيون داخل البنك العربي الافريقي. فاحكي لك عن التجربة وايه المميزات وايه السلبيات او العيوب في كل نظام زي ما هنشوف دلوقتي.
وطبعا قبل ما تروح تستلم الحوالة بتاعتك او ارباحك من ويسترن يونيون لازم يكون معاك اهم حاجتين، اول حاجة ايصال الدفع ده او البيانات اللي فيه، تاني حاجة اثبات شخصية ساري. كمان بأكد اثبات شخصية ساري. اول حاجة انا اتعاملت معها كان وكيل ويسترن يونيون خارجي، يعني مش موجود في بنك، وكان اسمه اي باك. في الاول كده بيدي لك النموذج ده اللي انت هتملى البيانات بتاعته. البيانات دي هتجيبها منين؟ بتجيبها من ايصال الدفع اللي اكدنا عليه، او البيانات اللي احنا عرفنا بنجيبها منين، او بيانات الحواله بتاعتك. المربع اللي تحت ده بيحتوي على كل البيانات اللي انت هتحتاجها او تملاها في النموذج او الاستماره اللي قدامنا دي. فهنبدا بقى باي باج او وكيل ويسترن يونيون اي باج. اول حاجه بيطلبوا منك نوع الهويه، طبعا رقم القومي او جواز سفر، فبتحدد اللي انت عايزه. بعد كده رقم اثبات الشخصيه، بتكتب الرقم القومي بتاعك اللي موجود في ظهر البطاقه. بعد كده نروح على أيقونة مهمة جدا وهي رقم التحويل MTCN. رقم التحويل ده اللي هو بالبلدي كده رقم الحوالة اللي جاية لك. طب نجيبه منين؟ نعدي هنا ليه مكانين في إيصال الدفع. أول حاجة هو الرقم الموجود هنا ده قدامنا اللي جوه المربع ده، بتنقله صحيح هنا قصاد رقم التحويل. وممكن تلاقيه تحت برضو هنا في الأيقونة المربعة ديت، هنا موجود رقم التحويل اللي هو MTCN. بعد كده ننزل لتاني اهم ايقونه معانا وهي اسم المستلم بالكامل. اسم المستلم بالكامل كنا شرحناه بالتفصيل في فيديو اللي كنا بنتكلم عنه عن طريقه استلام ارباحك اللي هي ويسترن يونيون او حساب بنكي، وكنا قلنا ان اسم المستلم ده اللي انت بتضيفه لما تيجي تضيف وسيله الدفع اللي هي ويسترن يونيون، زي ما احنا شايفين هنا طريقه الحصول على دفعاتك. وكنا قلنا معلومة مهمة جدا ان اسم المستلم ممكن يختلف عن اسم صاحب حساب ادسنس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما تخطتش السن القانوني 18 سنة، فممكن انشئ الحساب باسم اخويا ولكن اخلي والدي مثلا هو اللي يستلم الارباح، او بعد ما انا اتخطى مثلا 18 سنة اضيف اسمي انا كمستلم للارباح من ويسترن يونيون، فده طبيعي جدا مفيش اي مشاكل هنا. فهنا اكتب اسم المستلم اللي منضاف في ويسترن يونيون كوسيلة دفع او كوسيلة استلام ارباحك علشان تقدر تستلم ارباحك. وطبعا اسم المستلم هنا لازم يكون اسم رباعي ومطابق لاثبات الهوية او اثبات الشخصية بتاعتك. بعد كده بننزل بقى شوية بيانات تانية وهي الجنسية، هتقول مثلا مصري او غير مصري طبعا على حسب الدولة. بعد كده المهنة والغرض من التحويل. المهنة بتكتب مهنتك، سواء طالب سواء بتشتغل او عامل او بتشتغل في اي مكان، بتكتب البيانات اللي موجودة في ظهر البطاقة كمهنة ليه. بعد كده الغرض من التحويل بتكتبها هنا مصروفات او ارباح ادسنس، تمام كده. بعد كده بتكتب عنوان السكن الحالي، وده بتكتب محل سكنك سواء كان انت غيرته او المحل المطابق للبطاقة بتاعتك. بعد كده بتكتب دولة الميلاد او محل الميلاد، مثلا مصر، تاريخ الميلاد، طبعا لازم البيانات دي صحيحة مطابقة للبطاقة. بعد كده رقم التليفون والمحمول والبريد الالكتروني، يكفي رقم تليفون ارضي او رقم تليفون محمول، مش هتفرق كتير. بعد كده ننزل بقى لحاجة اسمها اسم الراسل ودولة الارسال. اسم الراسل ادسنس، تمام، او جوجل ادسنس. دولة الارسال دي هنجيبها منين؟ بنروح على ايصال الدفع، فبنلاقي هنا تحت موجود تمت معالجة دفعاتك بواسطة ايرلندا، فهتكتب هنا دولة الارسال ايرلندا، تمام كده، بالعربي بالانجليزي بقى مش هنختلف. بعد كده نروح بقى لحاجة اسمها المبلغ المتوقع، وهنا بتكتب المبلغ اللي انت منتظره او الارباح اللي مبعوثة لك، وبتكتبها بالرقم ونوع العملة سواء كان دولاري او باليورو. طبعا في حسابات ادسنس بتدفع بالدولار او بتدفع باليورو، فانت هنا بتكتب المبلغ زي ما هو متحول لك. طبعا نوع العلاقة مع الراسل او القرابة مع الراسل ممكن ما تكتبهاش، او ممكن تكتبها ارباح ادسنس او عمل او مصروفات، اي حاجة هنا تكتبها او تسيبها فاضية مفيش اي مشكلة. بعد كده بتكتب اتعهد انا المتوقع او توقيع العميل، وهنا بتكتب او تمضي باسمك اسم المستلم طبعا باسم صحيح. طيب ده كان البيانات الاول، نموذج اللي انت بتملاه. بعد كده بتاخد النموذج ده وتدخل على العميل او موظف وكيل ويسترن يونيون وتقدم له المستند ده معاه اثبات الشخصيه بتاعك، الاصل طبعا البطاقه او الباسبور، وتقدمها له، تمام. بيبدا يدي لك ارباحك. هنا بقى في حاجة لازم تاخد بالك منها، في الغالب 99% من وكلاء ويسترن يونيون خارج البنوك بيدولك أرباحك بعملة الدولار أو عملة اليورو، مفيش فيها مصري.
فعشان هنا دايما بتقابلك مشكله ان هما ما بيدوش سنتات، يعني مثلا لو ارباحك 124 و75 سنت، لا هنا بيديلك ال 124 دولار وما بتاخدش ال 75 سنت. فدي مشكله طبعا، ممكن الناس يقول لك لا ده 75 ده حاجه مبلغ تافه 75 سنت، وفي ناس يقول لك لا ده حقي، وده طبعا محدش يقدر يلوم عليهم لان ده حقهم فيقدروا يستلموا ارباحهم زي ما هم عايزين. ولكن المشكله في وكيل ويسترن يونيون خارج البنوك مش بيدوا اي سنتات، بيقول لك احنا بنتعامل بالدولار، فالسنتات ديت انت ما بتحصلش عليها، ودي عيب، او دي ممكن يكون بعض الاشخاص بيشوفوها عيب. ولكن انا بشوف ان سهوله التعامل مع الوكيل بيبقى اسهل كتير من البنوك اللي جوه، تمام كده؟ فانا بتغاضى عن السنتات ديت في سبيل راحتي وسرعه استلام ارباحي، تمام. دي كانت التجربه الاولى مع وكيل ويسترن خارج البنوك. نروح بقى على التجربه الثانيه، وهي وكيل ويسترن يونيون داخل البنك، او البنك اللي بيحتوي على فرع ويسترن يونيون بداخله. وكانت التجربه مع بنك العرب الافريقي. اول ما بتدخل بقى على البنك العربي الافريقي طبعا بتاخد رقم وتاخد النموذج ده او الفايل ده وتبدا تملاه. البيانات اللي هنا تقريبا مشابهه لنفس البيانات، وبعد كده بتاخد النموذج ده تدخل بيه على الموظف اللي موجود في البنك تقدمه طبعا مع اثبات الشخصيه. وهنا بيكون قدامك اجراء من 2 اجراء. اول حاجه ان انت تاخد ارباحك بالدولار او تاخدها بعمله بلدك. يعني انا مثلا موجود في مصر فاقدر اصرف ارباحي من جوه البنك، تمام، عن طريق الدولار او بالعمله المصريه وهي الجنيه. في بعض الاحيان الموظف ما بيسالكش فبيديلك بالدولار او ممكن يديلك بالجنيه، فانت حاول على ما تقدر لو الموظف ما سالكش، تمام، فانت حاول تستفسر انت عايزهم بالجنيه ولا عايزهم بالدولار، او عايزهم بعمله بلدك او عايزهم بعمله الدولار او اليورو، وده طبعا افضل حاجه ليك. انت هنا لو حولت او استلمت ارباحك بعمله بلدك او بالجنيه فانت هتحصل على كامل الارباح، حتى لو ليك سنت واحد هتاخد ما يعادله بعمله بلدك، تمام. طيب من التجربه الكامله ديت هقول لك ان البنك مشكلته حاجه واحده، الزحمه، يعني عدد اللي بيدخلوا البنك طبعا عدد كبير جدا، ففي الغالب بتلاقي زحمه ممكن تنتظر من نص ساعه ساعه ساعتين على حسب العدد اللي موجود قدامك. لكن في الغالب او 99% من وكلاء ويسترن يونيون خارج البنوك تقدر تصرف ارباحك في اقل من 3 دقائق، فعلا اقل من 3 دقائق، وده بناء عن تجربه شخصيه. خلاص كده يكون عرفنا ازاي تستلم ارباحك وبالتفصيل، وايه هي البيانات اللي انت بتحتاجها. طبعا قلنا ايصال الدفع واثبات هويه سارق، تمام. وكمان عرفنا ايه هي مميزات وكيل ويسترن يونيون داخل البنك وخارج البنك من ناحيه استلام المبلغ بالكامل او الراحه او السرعه في استلام ارباحك وهكذا. طبعا الفيديو ده كان موجه للمبتدئين اللي لسه ما استلموش ارباحهم او لاول مره بيستلموا ارباحهم، فياريت لو عجبهم الفيديو وعجبك الفيديو تضغط لايك وكمان تشيره بين اصدقائك اللي ليهم علاقه بويسترن. وطبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا مجرد رفعها على القناه. انتظرونا فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناه اتعلم دوت نت. اشوفكم على خير والى اللقاء.